طالع الفرحان بعدين افهم وجهك صالح صبحك الله بالخير لانه على فكره معي صالح سام انت بلا تقول شيء عشان هاني ذبيب فهمت في النوع اللي يذب عليك عادي فهمت يا رجل بي 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 بيسمع جو حلو يعني. مس صبحكم الله بالنور 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 انا شيء بسيط بس اليوم انا اخطيت خطا اللي هو الوقف انه وصل 97 تو جاء لمي باسم قال يدورونك من العشاء الجمع اي والدنيا ولا قلت وش مسوي انا كانك تقول 97 قلت انا والله اني لقطت الكلام هذا 97% وفي الحقيقه كم من احد الشباب و95% يلا يا جماعه ترى 5% والله ما بقى شيء يعني خلونا نفرح هالاسبوع تتوقع ما يجي الاثنين الا هو مكتمل طيب صالح 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 انا ابشرك الحين نوصل 97% وش تقول للجمهور اسالك بالله اي نعم يا بعد راسي والله الجمهور هاي سفيرنا الله الله يجعله على ما قالوا صدق جاريه وتدبل ها ايش في اللخم صالح اللخم عندي فوق راسي واحد نهرج قسم بالله صالح 97% باقي 3% ايش تقول اقول يلا يا جماعه يا تلحق يا ما تلحق يا تلحق يا ما تلحق باقي 3% اني متحمس ودي نسجد ودي تشوفون بس شلون فرحتنا وفرحتكم والله يكتب اجرنا اجركم يا رب شكرا انا زي مشتغلين عاد بس عسى الله يسهل الله ييسر امرك ان شاء الله يا صالح شرفتنا عسى الله